اقول لحضراتكم طاقم التحكيم لهذه المباراه: كابتن محمد عادل حكم للساحه، كابتن احمد حسام طه حكم مساعد، كابتن رجب محمد حكم مساعد تاني، كابتن جلال احمد حكم رابع، كابتن خالد جمال الغندور حكم فيديو، كابتن ابراهيم محجوب مساعد حكم فيديو. والحقيقه تعليق صغير جدا على كابتن خالد جمال الغندور. كابتن خالد جمال الغندور انا سالت حتى كابتن ناصر عباس قبل بدايه اللقاء، قال لي هو ابن الكابتن جمال الغندور، وبالتالي انا عمري في حياتي ما هحكم على حد عشان هو ابن فلان. ولكن كل اللي هنتظره تطبيقه لاصول تطبيق تقنيه الفي ار من خلال وجوده كحكم للفيديو في مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة. هو ده اللي هحكم عليه، لكن أنا مش هحكم علشان اسمه خالد جمال الغندور ابن كابتن جمال الغندور اللي هو رئيس لجنة الحكام، لأنه في حالة الحكم بهذا الشكل فهو حكم شخصي. أنا بحكم على حكم شاب هنشوفه جيد ولا مش جيد من خلال التطبيق لتقنية الفي آر في هذه المباراة. كابتن ناصر، طاقم تحكيم مكون من كابتن محمد عادل، كابتن احمد حسام طه، كابتن رجب محمد. طبعا تحيه كبيره لاتحاد كره القدم ولجنه الخماسيه، لانهم الحقيقه وعدوا فاوفوا، بمعنى انهم قالوا ان هو سوف يتم تطبيق تقنيه الفي ار في المباريات، بدايه مباريات الدور الثاني، وبداوها في الوقت اللي قالوا ان هم هيبداوا فيه. فدي تحيه كبيره ليهم وللكابتن جمال الغندور الحقيقه اللي ماشيين بخطه ثابته في هذا الموضوع واصروا على التطبيق وطبقوه. تمام. طيب.